افتتح رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول للمجلس، وفي بداية الجلسة أكد رئيس مجلس الشيوخ الثقة في القيادة السياسية في التجاوز بمصر هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم. في بداية دور انعقاد جديد، افتتح رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول للمجلس بتأكيد الثقة في القيادة السياسية في التجاوز بمصر هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم. رئيس مجلس الشيوخ جدد العهد ببذل الجهد أكثر مما مضى لمعاونة المؤسسات في استكمال المسيرة التنموية. أتوقع أن يزخر هذا الدور الجديد بالموضوعات الهامة التي قد تكون أكثر مما مضى، ولعل ما يؤكد ذلك أنه قد قدم للأمانة العامة مع بداية هذا الدور 3 دراسات هامة من شأنها أن تشكل تحركا ملموسا في بعض الملفات التي توليها الدولة أهمية، وهي ظاهرة العنف الأسري، الشباب وسوق العمل غير الرسمي، والألعاب الإلكترونية، الفرص والتحديات. وفتح رئيس مجلس الشيوخ الباب أمام عدد من النواب لتوجيه الكلمة في بداية دور الانعقاد الجديد. بالتزامن مع بدء أعمال دور الانعقاد الثالث، ثمت حوار وطني جاد يدور بمشاركة جميع القوى السياسية وبعض من أعضاء مجلسنا الموقر، يستقطب النخبة من جميع الانتماءات لرسم مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وده الحقيقة بيعطينا أمل في مستقبل وغد أفضل لنا ولأبنائنا. وخلال الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ أسماء رؤساء الكتل البرلمانية لكل حزب بالمجلس. ورد إلينا أيضا خطاب من حزب حماة الوطن بتعيين السيد النائب حاتم حشمت فرج الدسوقي ممثلا الهيئة البرلمانية للحزب، والسيد النائب محمود أشرف أبو النصر نائبا للرئيس. كما ورد خطاب من حزب الوفد بتعيين السيد النائب ياسر الهضيبي ممثلا الهيئة البرلمانية للحزب. كما ورد خطاب حزب المؤتمر بتعيين السيد النائب طارق محمد رسلان ممثل الهيئة البرلمانية للحزب. هذا وقد رفع رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن تستكمل باقي المناقشات غداً.